سنموت، لكن السؤال يا إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. ماذا أعددنا للقبر؟ وماذا أعددنا لذلك المنظر الفظيع الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. نعيش على ظهر هذه الأرض ولا يدري أحدنا متى يعيش تحتها، حتى نخرج من قبورنا إلى يوم العرض على الله تبارك وتعالى. أحسنوا العيش على ظهرها يطيب لكم المقام مؤقتا في بطنها.